النهارده في ملعب الاشبال الكابتن ابراهيم عبد الصمد. منورنا يا كابتن ابراهيم. منور يا كابتن اسامه، منور كابتن احمد بلال. اثنين فراوده جامدين قوي النهارده التشكيل الهجومي. طبعا الكابتن احمد بلال يعني دايما بيشرفنا في ملعب الاشبال. منورنا وشرفنا كابتن احمد. ربنا يخليك يا اسامه، ربنا يكرمك. ايه الاخبار؟ كله زي الفل. ان شاء الله تكون بخير، وان شاء الله الاهلي يوفق النهارده باذن الله تعالى. ان شاء الله. طبعا كابتننا الكبير كابتن ابراهيم عبد الصمد مدربنا وحبيبنا يعني. حبيبي ربنا يكرمك الله يخليك. كابتن ابراهيم طبعا ما شاء الله متخصص كمان في حته قطاع الناشئين، وهيغني النهارده كمان الاستوديو تحليله، وهنستفيد منه ومعلوماته وخبراته كمان في قطاعات الناشئين المتنوعه اللي تولاها. كابتن ابراهيم النهارده العام الثاني على التوالي على شاشة قناة النادي الأهلي وإذاعة المباريات مباشرة على شاشة قناة النادي الأهلي، شايف التجربة دي إزاي؟ الحقيقة التجربة ناجحة 100% لأن تدي أولا دافع للولاد أنهم يتفوقوا وأنهم يبدعوا في الماتشات. لأن طبعا كون إذاعة الماتشات والناس تبتدي تعرفهم وتعرف أساميهم حافز قوي جدا للولاد أنهم يجتهدوا، وانهم يجتهدوا في التمرينات، وانهم يبرزوا في الماتشات، على اساس ان دي نافذه جيده جدا للجمهور بتاع النادي الاهلي انه يتعرف على قطاع الناشئين ويتعرف على مجهودات اللي موجودين في قطاع الناشئين. الحقيقه اللي بيبذلوا جهد كبير جدا مع اللعيبه اللي موجودين في القطاع. ابراهيم وحضرتك بتتكلم دلوقتي، ده احماء النادي الاهلي دلوقتي ملاعب الناشئين في مدينه نصر، كان طبعا معانا في الصوره مصطفى شوبير. اتفضل يا كابتن. كون ان بقول مجموعه من ابناء النادي بتتولى تدريب قطاعات الناشئين في الاعمار المختلفه، ده اولا اتربوا جوه النادي الاهلي وعارفين سلوكيات النادي الاهلي واخلاق النادي الاهلي والطموحات بتاعه الفرق بتاعه النادي الاهلي، وبالتالي الطموح والتفوق ده للمدربين بينعكس بصوره ايجابيه جدا على اللعيبه اللي موجوده في المراحل المختلفه، وبالتالي قطاع الناشئين يبرز ويمد الفريق الاول بلعيبه اكثر من ممتازين، والامثله كثيره جدا. عمار موجود مع الفريق الاول، مصطفى شوبير دلوقتي موجود بيصعد مع الفريق الاول، رمضان صبحي خريج قطاع الناشئين، واكثر من لعيب من قطاع الناشئين موجودين على المستوى الفريق الاول. فطبعا كون ان الماتشات بتذاع ده حافز قوي جدا جدا، واتمنى ان يزيد اذاعه الماتشات ويسرق الشاشه الماتشات بتاعت قطاع الناشئين.